مع الشوبينج، وبما ان احنا كستات بنحب الشوبينج جدا وبنهتم بيه على طول، بيتهمونا ان احنا مبذرين وان احنا ما بنعرفش نحدد اولوياتنا، وممكن نشتري حاجات مش مهمه ابدا لمجرد ان عليها تخفيضات. طبعا كلمه تخفيضات دي اتراكتيف جدا، جذابه لاي ست، واي ست بتسمعها يعني ان حاجه عليها تخفيض جاري نروح ونشوف التخفيضات ونحاول نشتري. اي ست دلوقتي بتسمعنا هتضحك، لان احنا بندخل نشتري حاجات كتير عليها سيل، وبنتفاجئ بقى على الكاشير ان احنا بندفع رقم اكبر بكتير من الارقام اللي بندفعها في الايام العاديه اللي ما فيهاش تخفيضات. تعالوا نعرف ازاي ممكن نخف من المرض ده، ازاي نحدد اولوياتنا، مين الافضل، نشتري كاش ولا تقسيط؟ ضيفتنا النهارده دكتور رانيا الماريا، خبير التنميه البشريه والاقتصاد المجتمعي. ازيك دكتور رانيا؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. هو احنا كده فعلا؟ للاسف الشديد احنا كده جامد قوي. لان انا عايزه اعترف حاجه، ان فعلا الشوبس شاطرين، والمارك يعني اللي بيعملوا ماركتينج للاوكازيون شاطرين، وهو ده الفخ. اوفر اوكازيون تخفيض، احنا بنشوف الجمله دي فبنحس ان احنا هنكسب. بالظبط. فاحساس ان احنا هنكسب الصفقة ده الصفقه الرابحه. برافو عليكي جدا. فنبتدي نخش بايه؟ بقلب جامد كده، احنا كده بنوفر، احنا كده كسبانين، وبالتالي بندفع فلوس اكتر زي ما قلتي. برافو عليكي. مما احنا نازلين نشتري مش في التخفيض، لان احنا زي ما قلتي برضو المقدمه بتاعتك هايله يا دينا، ان احنا مش عارفين اولوياتنا. احنا بنستخدم الاوكازيون والاوفرز او العروض او التخفيض. اوكازيون يعني انا بشتري السلعه دي بسعر مخفض عن سعرها الاساسي. ايوه. فانا اول سؤال لازم اساله لنفسي، هل فعلا هو الاوكازيون ده نزل سعرها ولا لا؟ ده اول سؤال كده هساله لنفسي. لو نزل السؤال اوكي، نزل فعلا في السعر، تنزيل حقيقي حقيقي وهيفرق معايا، يبقى انا هسال نفسي السؤال الثاني، انا محتاجه السلعه دي ولا لا؟ لان ممكن اخش الاقي اوكازيونات على حاجات مش من الاحتياجات بتاعتي. واحنا لما بنقول انا بعمل الميزانيه بتاعتي، الميزانيه بتاعتي عباره عن ايه؟ عن دخلي ونفقاتي. بالظبط. الصرف بتاعي على احتياجاتي. أيوة. فبعمل زي ما قلتي الاولويات بتاعتي، في احتياجات اساسيه وضروريه بحط لها البادجت الكبير او الصام الكبير من النسبه الكبرى، مثلا من 50 ل 60. لما ادخل الاقي حاجه حلوه وانا هي مش من اولوياتي ونزلت 70%، بيجي لي حاله نفسيه، يعني بيجي لي على طول ايه؟ حقيقي. اشتري اشتري حقيقي. فاحنا ده السؤال الثاني، انا محتاجاه ولا لا؟ هي نازله ان شاء الله 90%، هل انا محتاجاه ولا لا؟ لو هي احتياجاتي، فبرجع تاني بقول التوزيع بتاعي بتاع الاولويات، احتياجات. صح. اساسيه، احتياجات مش اساسيه اللي هي عباره عن اتنين، رغبات وطموحات. رغباتي اللي بتخلي حياتي اسهل، الطموحات اللي بتخلي حياتي فيها نوع من الرفاهيه اكتر. صحيح. فانا بحط البادجت بتاعي 50-60% منه في الاحتياجات الضروريه. بحط 20% للاحتياجات اللي هي بقول انا رغباتي، انا